مساء الفل على مستمع الراديو 90 هواها مصر. يا احمد خيري موجود معاكم وحلقه جديده من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا اخباره ايه. ملفنا النهارده ملف في غايه الاهميه وهو ملف المياه، ملف امن قومي بنتابعه اول باول، وكل الجهات المعنيه بدءا من سياده الرئيس لكل مجلس الوزراء لوزير الموارد المائيه والري للدبلوماسيه المصريه كله شغال في نطاقه للحفاظ على المياه. عندنا اسبوع المياه في دورته السابعه، يمكن شفنا افتتاحه من رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. النهارده شفت ان كنت مدعو على مبادره جديده من وزاره المائيه والري، وكنا بنتكلم على القد. بيني وبينكم رايح كمواطن خايف على القد. ليه بقى؟ ما احنا كلنا بنفكر في موضوع المياه، هو احنا حصتنا هتقل مثلا ولا حاجه اللي هيحصل؟ ولكن احنا عندنا الصراحه وزير مختلف، يعني دكتور هانس ويلم يعرف حتى على المستوى الشخصي من زمان، هو عالم طبيعي جدا، ما يبقى عالم بيبقى بعيد شويه عن المنصب السياسي، ما عندوش الحس السياسي. الراجل ده عنده الحس السياسي كبير جدا، عنده الحس الميداني كمان، ان توفر الثلاثه في مسؤول بتبقى صعبه. معانا ومعاكم على الهواء دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري. يا معالي الوزير مساء الفل. اهلا يا استاذ احمد، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله، شرفت النهارده بوجودي في مبادره في غايه الاهميه الصراحه والاحترام، ولكن عايز اخد من حضرتك في البدايه رساله طمانه، هي على القد ليه؟ على القد لان عدد السكان بيزيد 2 مليون كل سنه، واحنا عايزين نوفر ميه للاجيال القادمه لاولادنا ولاولاد ولادنا، ويبقى الميه بتاعتنا على قدنا، هو ده على القد. انما احنا حصتنا زي ما هي. نحن طبعا الدوله يعني يقظه جدا في موضوع المياه خارج حدودنا، ولكن احنا بنكلم المواطن داخل حدودنا، عند كل واحد فينا من ال 105 مليون دور لازم يعمله، احنا كوزاره نشتغل والمواطن برضو كمان يبقى معانا، لان احنا بنمشي مع بعض في نفس الاتجاه، ما نبقاش ماشيين في اتجاهات معاكسه لبعض. المواطن لازم يبقى عنده الوعي ان هو يشتغل معانا كمان على موضوع الميه ويوفر. إذا هي حملة توعوية أو تدشين المبادرة النهاردة، هي المقصود منها التوعوي للمواطن المصري أيا كان في مجاله، لأن أنا شفت تقسيم حضرتك النهاردة واضح إن حاجة يعني قعدتك تشتغل على قاعدة بيانات، إن إحنا عندنا 70% بيستهلكهم الفلاح المصري أو في الزراعة، وعندنا 20% للمواطن العادي و10% الحاجات الأخرى. التصنيف ده حاجة بتشتغل عليه توعوي برضه، النهاردة كان في نخبة من كل الطوائف موجودة مع حضرتك لدعم المبادرة. التقسيم ده شغال عليه أنت حاجة إزاي؟ لا طبعا احنا عندنا كل الارقام، السحب بيتم فين وفين بالظبط، وعندنا انظمه بتعمل رصد لكميات المياه اللي بتروح للشرب عند كل محطه او عند كل مأخذ ترعه، كل ده طبعا لازم نقيسه عشان نعرف نقيس ندير المنظومه. دايما بنقول اللي ما نعرفش نقيسه ما نعرفش نديره. صحيح. فاحنا لازم نقيس كل حاجه عشان نقدر نعمل اداره رشيده للمياه، والحمد لله الدوله ناجحه على مدار السنوات الحقيقه في هذا الملف. الحمد لله. طيب انا همسك في ال 10% يا فندم، لان انا عارف ال 70% حضرتك شغال عليهم على النطاقين سواء موارد مائيه او ري، وشغال عليهم بشغل محترم. المواطن هنتكلم فيه دلوقتي، ولكن ال 10% حضرتك قلت لي للمنشات الصناعيه لباقي الناس، هنا شغال عليهم ازاي؟ شغال عليهم في المصانع؟ شغال عليهم في المنشات السياحيه او الصناعيه؟ بتروح لهم ازاي عشان اروح مع حضرتك معاهم واستغل راديو 90 ان هو يوصل صوتنا ليهم؟ لا طبعا في تواصل مع جميع الاجهزه، مع شركه المياه، شركه القابضه للمياه، مع وزاره الاسكان، مع وزارة البيئة، مع وزارة السياحة كمان مشاركة معانا في هذه الحملة. يعني الحقيقة الدولة كلها متكاتفة، وكمان منظمات المجتمع المدني، مشايخ، وزارة الأوقاف، الجوامع، بنسمع خطبة عن المياه. الحقيقة مؤسسات الدولة ومجتمع المدني والإعلاميين المحترمين زي حضرتك كله شغال معانا علشان نقدر نوصل المعلومة لجميع الجهات. يمكن وزارة السياحة هي المهتمية بالجزئية المحددة اللي حضرتك قلتها، بنحاول نشتغل مع المؤسسات الصناعيه لاعاده استخدام الميه، حتى ميه التبريد لازم ترجع لنا تاني، يعني احنا بنشتغل عليهم حتى لما ياخد ميه لتبريد بعض المعدات يرديني الميه تاني، يعني ما تترميش في اي حته، بنشترط عليه ان الميه ترجع لي تاني. هي. فده الحقيقه كل حاجه علشان نعيد استخدام الميه، ودايما يبقى في استخدام للميه استخدام رشيد. لفت نظر النهارده معالي الوزير في كلمه حضرتك وانت بتتكلم ان استهلاك الميه ده شيء واهدار الميه ده شيء اخر، يعني المياه اللي انا ممكن استهلكها ممكن تكون بتقلل من الكميه، ولكن شكل اسرافها او شكل اهدارها، وحاجة بسطتها الصراحه حتى في طبيخ السيده المصريه وهي في المطبخ، في كل الحاجات دي بتستهلك اكتر من ان انا استخدم الميه نفسها. انا فهمت صح؟ ده حقيقه، لان طبعا انا لو بلوث الميه، يعني انا لما باخد ميه من الحنفيه ميه نظيفه استهلكتها، استهلكت متر مكعب مثلا من الميه،
طب انا لو لوثت المتر المكعب ده انت صعبت الدنيا عليا دلوقتي ان انا اعيد استخدامه، وخصوصا ايه نوع الملوثات. فعلشان كده بنقول لحتى الناس اوعى ترمي اي حاجه في مجرى مائي، اوعى ترمي حاجه في نهر النيل، اوعى ترمي حاجه في اي درع، لانك بتلوث وبتضيع علينا كميات كبيره جدا من الميه، وبننفق عليها فلوس كتيره جدا عشان ننظفها تاني ونرجعها لك نظيفه، لان الميه اللي في الدرع دي هي اللي انت هتشربها وهي اللي انت هتستخدمها في الزراعه، واحنا لازم نوصلها لك نظيفه ومتعالجه وامنه. فما تصعبش الموضوع علينا وما تكلفش الدوله ملايين بل مليارات الجنيهات عشان ننظفها تاني بعد ما تكون هي ربنا بعتها لنا كمطر نظيفه، احنا ليه نلوثها؟ كتير من اللي بيسمعنا دلوقتي من الاهالي الكبار اولياء الامور، واضح ان حتى ما رحت لوزاره التربيه والتعليم قصدت ان الجزء التوعوي ده يكون لاولادنا، يكون للطلاب من بدري. طبعا هو الجيل الجديد اللي احنا بنستهدفه ان هو جيل واعي، لان الاطفال النهارده ممكن توعي اهاليها، الاطفال النهارده ممكن هي اللي تقول لنا خلي بالكم من الميه، احنا اتعلمنا ان الميه نتعامل معها بشكل مختلف، نحافظ عليها، الميه ما تكونش فيه ميه بتنقط او بتتسرب في البيت. كل دي الحقيقة طريقة استخدام المية، المية ما تبقاش مفتوحة وانا قاعد ما بستهلكهاش، المية ما تنزلش خالص قدامي في الحوض الا لما اكون فعلا محتاج ان انا استخدمها واستخدم كل نقطة نازلة منها. طبعا الاطفال والمدارس والجامعات لما الجيل ده بيعرف يبقى عنده وعي مائي الحقيقة بيساعدنا كتير جدا في الترشيد. واضح ان النهارده وجود الشيخ علي جمعه كشيخ طبعا وكواعظ ديني وكمصري الخير، انت حاجة بتوظفه هنا للاثنين، سواء للمنابر اللي ممكن تروح برضو للاهالي وتروح للطلاب وهم صغيرين، وواضح مساعده مصر الخير كمجتمع مدني، انا برضو فاهم وجوده صح النهارده؟ حقيقه فضيله الدكتور علي جمعه هو عالم جليل ورمز من رموز الدينيه في مصر، وبيدير مؤسسه على اعلى مستوى، مؤسسه مصر الخير بتعمل مشروعات في كل الاماكن، من مشروعات توعويه تعليميه، عندهم 1080 مدرسه. صحيح. ده بحد ذاته نشر الوعي في المدارس حاجه عظيمه جدا، عندهم مراكز على مستوى الجمهوريه، عندهم مجموعات متطوعين تقدر تنشر الفكر، وهو كله في الاخر بيصب في مصلحه الدوله. الحقيقه كل ده بيتم بمساهمه من مصر الخير، بنشكر فضيله الدكتور علي جمعه على المجهود الكبير اللي بيعمله معانا الصراحه. واضح ان ده مشروع حضرتك من قبل تولي الوزاره، انت مهموم بملف المياه، مهموم بالشح المائي اللي ممكن يحصل نتيجه تغير المناخ ونتيجه اللي بيحصل كله، وده كان شغلك، عشان كده حضرتك عارف حتى ارقام المدارس بالنسبه للازهر والكلام ده كله، انت متابع الملف ده، طبقته بقى ما دخلت الوزاره واشتغلت عليه؟ الحقيقه كان المشروعات كل اللي عملناها قبل موضوع الوزاره في التوعيه المائيه والشغل مع المدارس، الحقيقه سلمته لمعالي وزير التعليم، ومعالي وزير التعليم كان منبهر الحقيقه بالكتب اللي احنا اديناها له لتدريب المدرسين، ازاي يشرح فكره الحفاظ على الميه، فكره التنميه الزراعيه، فكره الحفاظ على البيئه الحقيقه، وفعلا امر فورا بتطبيقها في المدارس بعد مراجعتها طبعا، وبتتفق مع المنهج المصري والمنهج اللي بيطبقه الحقيقه في تعاون وزاره الاوقاف. الدكتور اسامه الازهري الحقيقه عامل معانا مجهود غير طبيعي، يمكن سمعنا من كام اسبوع ان خطبه الجمعه على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها عن الميه، النهارده في فيديوهات توعويه من رموز الدين، الكنيسه المصريه عملت معاهم قداسه البابا الحقيقه، بيدعم المبادره بكل قوه الحقيقه، كل المؤسسات. انا سعيد جدا ان في حراك وفي اهتمام بالموضوع من جميع المؤسسات وبيصرفوا عليه، مش بقول حتى بيطلبوا اي دعم مادي، ده هم اللي بيصرفوا من ميزانيتهم على المبادره دي لانها تخص مصر، لا تخص وزاره الموارد المائيه والري، ولكن هذه مبادره على القد بتخص مصر كلها علشان نوفر ميه للجيل اللي جاي والجيل اللي بعده. واضح يا دكتور هاني انك عارف طبيعه الشعب المصري كويس، بدليل انك متعاون كمان مع الشركه المتحده وعايز تبعت رسائلك دي من خلال مشاركه دراميه، تبقى رساله اندايت او رساله مش مباشره برضو كيفيه الحفاظ على المياه، فتعاونت كمان مع الشركه المتحده. طبعا الشركه المتحده اكبر داعم لينا دايما في التوعيه في الحاجات اللي بتخص الوطن، الحقيقه بيدعمونا في كل الاوقات وعلى كل الساحات والقنوات اللي هم وغير كده كمان اهم حاجه الرساله الغير مباشره تكون موجوده في البرامج، في التمثيليات، في البرامج الطبخ، كل الرسائل الغير مباشره بتكون مهمه جدا الحقيقه، وبتصل للقلب اكتر من الرساله اللي فيها لهجه التنبيه. احنا مش تنبيه، احنا عايزين نشارك بعض، احنا عندنا تحدي موجود بسبب الزياده السكانيه، عايزين نتشارك مع بعض
ان احنا نتعامل معاه ونوفر ميه لاجيالنا واولادنا واولاد اولادنا. في تقديم لحضرتك قلت ان حضرتك وزير سياسي، عارف بتقول ايه امتى؟ احنا في فتره انقطاع الكهرباء كان ممكن نوصل لانقطاع المياه كمان، ولكن حضرتك اشتغلت مجهود كبير جدا في صمت، ما حبيتش تزيد على الشعب المصري ان ممكن يبقى فيه شكل من اشكال التهديد بانقطاع المياه، ولكن خليت الوزاره كلها بمجهود حضرتك انك تقدر تعدي المرحله دي. احنا ممكن نخش المرحله دي تاني ولا الوزاره جاهزه؟ لا شوف حضرتك، التغيرات المناخيه الحقيقه ما سابت لناش حاجه، درجه الحراره ارتفعت الصيف اللي فات ده والصيف اللي قبله غير مسبوقه في تاريخ العالم. انا يعني الامين العام للامم المتحده قال نحن في حاله غليان بسبب ارتفاع درجه الحراره، فكلام حتى مش مصري ولا كلام للداخلي ولا اكثر صيف حر في العالم هو كان الصيف 23، والصيف السنه دي كمان كان حر جدا. صحيح. والسحب على الميه بيزيد، وحضراتكم كله كل المستمعين عارفين ان لما الجو بيبقى حر الناس بتاخد دش اكتر، الناس بتستهلك ميه اكتر، بتشرب ميه اكتر، المصانع بتاخد ميه تبريد اكتر، المزارع بيبقى خايف على زرعه وعايز يروي اكتر اكتر اكتر. فكل ده في شهر 7 و8 بيبقى فيه ضغط غير مسبوق. اكتر كميات تم سحب في تاريخ مصر كان صيف 23 وصيف 24. الحمد لله احنا كنا عارفين ان ده هيحصل وكنا جاهزين، رجالتنا واقفة على الترع. اشكر كل المهندسين والعاملين في وزارة الموارد المياه والري على المجهود اللي شرفنا وخلى الناس ما شعرتش في يوم ان في مية اتقطعت عنهم، لو بسبب فني سبب ماسوره سبب اي حاجة، ده موضوع تاني، ولكن المية متاحة. المية كانت متاحة في ترع مصر، المية متاحة في محطات الشرب، المية متاحة في الصناعة. الحمد لله اقل عام عدد الشكاوي هو كان صيف 24 بالمقارنة بالسنوات السابقة. اللي جاي مع تغير المناخ يا فندم واضح انه ممكن يبقى صعب برضه، ارتفاع درجات حرارة، واضح انك حاجة ما اشتغلت في خطة سباقية، جاهز للي جاي ان شاء الله. احنا دلوقتي شغالين على خطتنا لصيف 2025، احنا بنشتغل قبل الصيف بسنة تجهيز بكل حاجة وكل السيناريوهات ان شاء الله بنبقى عاملين حساب. واضح ان حضرتك عايز توصل رسالة بكل الطرق النهاردة في كلامك، كمان قلت انا هروح لليوتيوبر، هروح للبلوجر، هروح لكل الناس اللي تقدر توصل لي رسالة. ده في حداثة في فكرة حضرتك انك تستخدم كل الادوات اللي توصل بيها ان فعلا تبقى الاستخدام على القد. نحاول كل القنوات ان شاء الله بنتعاون معاهم، والناس كلهم مرحبين الحمد لله ان هم يساعدوا. مع الوزير انا اطلت عليك، ولكن المبادره مهمه جدا، وواضح النهارده تدشين هي بدايه، بس واضح ان في جهات كتير هتتعاون معاك الفتره اللي جايه، ممكن يكون في اكتر كمان وجود اعلام ان شاء الله لحضرتك، ويشرفنا تكون ضيفنا قريبا باذن الله. شاكرين يا استاذ احمد، ونتمنى دايما نشوفك على خير. خالص، شكرا لي مع الوزير صديقنا العزيز استاذ دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري. اول حاجه هي اهم حاجه، معلش احنا بنعمل مبادره بس احنا عشان ميتنا على القد، مش لاي تخوفات، مش لاي مخاطر لتقليل من حصصنا، الدوله شغاله كلها على الموضوع ده وما تقلقوش من القصه دي خالص، ولكن المبادره عشان نستخدم على القد. احنا بنتكلم بقى، ويمكن هتكون المبادره موجوده معانا ان شاء الله في حلقات حال بلدنا على مدار السنه على فكره، لان زي ما قلنا ملف المياه وملف امن قومي محتاجين يكون موجود معانا طول الوقت، ومحتاجين الوعي. يمكن دكتور هاني النهارده هو بيتكلم كان في احد الدول الافريقيه وكان عندها مشكله في المياه، قال ان هو اول ما نزل من المطار لقى الحملات موجوده في مطاراتنا. اتمنى وزاره الطيران المدني تخش في المبادره، اتمنى وزاره السياحه تخش في المبادره، لان عندها كمان من المنشات السياحيه وعندها من المراكب السياحيه اللي ممكن تستخدم اكتر وتسيء الاستخدام او الصرف كمان بشكل ما. فاعتقد تدشين المبادره النهارده هيكون ليها باع كبير جدا وهتزيد على مدار الفترات اللي جايه.